هو اكيد طالما في مرتبات زياده بتدفع، ده بيأثر على الفلوس اللي في الدوله وعلى الموازنه العامه، ان ده هيقلل من اجمالي الانتاج من الفلوس اللي في البلد. والله احنا يعني انا نفسي الشرائح كلها هي اللي تزيد المرتبات، يعني مش شريحه واحده في الدوله، يعني يبقى كله سواسيه. هقول لحضرتك حاجه، بالنسبه للزيادات في الحكومه او القضاء او الكلام ده كله، ده بيبقى سيستم هم ماشيين عليه، تمام. اما بالنسبه للشركات او الحكومه او للناس اللي موجوده، دي بتبقى لوائح شركه الناس بتطبقها غصب عنها. يعني في ناس بتبقى في قلب شركات الحكومه مرتب ما يوصلش 600 جنيه، بتعدى 700 جنيه. تعالي شوفي قاضي او تلاقي ضابط او تلاقي حد في القضاء، تلاقي مرتب بيوصل ل 4000 و5000، وساعات بيوصل ل 28000، تمام كده. فانت هنا بتشيل من خانه بتحط في خانه ثانيه، ده بيأثر على ده، وخزينه الدوله هنا بيرجع يقول لك انا عندي عجز، وبيقول لك انا عندي الدنيا واقعه. لا طبعا مش هيأثر على حاجه، بل بالعكس احنا بقى لنا 3 سنين النهارده نظام عبد الفتاح السيسي قسم المجتمع المصري النهارده ما بين فقير وما بين غني، وده اللي احنا كشعب مصر او مواطنين مصريين ما كناش عايزينه، انما للاسف النهارده فشل وغباء عبد الفتاح السيسي قسم المجتمع المصري ما بين فقير وما بين غني. لا ما تستحملش طبعا، انت يا تمشي على الكل يا تخصم، انت عمال تخصم من الموظف. ما تمشي على القضاء والشرطه والبترول، الناس اللي بتقبض مبالغ طائله. يا جماعه حاسبوا الناس دي، فين الناس، فين المسؤوله؟ نعرف فين العداله الاجتماعيه اللي احنا عملنا عشانها الثوره. ده هيأثر، ده هيخلي الاسعار تغلى زياده، هيخلي الناس اللي مرتبها، يعني واحد كان بياخد حد عملنا حد ادنى 1200 جنيه، واحد بقى بياخد مرتب اعلى جدا 1200 جنيه، مش هيبقى ليها اي لازمه. خصوصا في احتمال بين المترو والتذكره تغلى والمواصلات وكده. اكيد هيبقى تاثير كبير طبعا مع المشاريع اللي عماله تتعمل ومع الطرق اللي عماله تتعمل، اكيد هتاثر جامد على الدوله في اسعار الدوله. بيأثر على المواطنين، بترتفع الاسعار، بترتفع المواصلات، زي المترو كده سامعين اللي هو هيزهق من 3 ل 5 جنيه. تمام كده، هل انت مرتبك بعد ما كنت بتاخد 500 جنيه ولا 600 جنيه المفروض تاخد 3 اضعاف او 4 اضعاف على حسب الزياده اللي بتتم في الدوله؟ الناس تعبت من الاسعار، وتعبت ان كل شويه اقول لك زودنا الجيش والشرطه والقضاء. يا ريت يكون في عداله اجتماعيه واظبطوا البلد عشان البلد ما تسيبش اكتر ما هي، الناس بتكلم نفسها. لا انا مش شايف سبب حقيقي، بس اكيد هم بيشتغلوا عشان كده بياخدوا المرتبات دي. اكيد هيأثر معانا في حاجات كتير، ومؤثر معانا على فكره، مؤثر معانا كمعيشه وكسلع كلها غاليه، وكل حاجه يعتبر في الدوله اكتريه الناس بتشتكي من موضوع الزيادات والكلام ده كله في السلع كلها. احنا النهارده النظام اللي موجود بتبقى فيه سلبيات كتيره جدا، خدت بالك؟ والمواطن مش قادر يواجه السلبيات، عشان كده النهارده خلينا نتكلم بالمفتشر كده وبالبلدي. النهارده النظام بيعسكر كل المؤسسات اللي حواليه، وللاسف النهارده ما حدش قادر يواجه، يعني بدليل اهو ان هو حط وزير التموين محمد علي الشيخ، حط وزير التموين، يعني عمل فيلم كمان على خالد حنفي عشان يشيله، عشان يعسكر كل مؤسسات الدوله.